صباح الخير على كل السادة المشاهدين، أسعد الله صباحكم بالمسرات في حلقة جديدة من برنامجكم عيون مصرية. وزي ما بنوعد فقرات حضراتكم كل مرة يعني بفقراتنا المختلفة والمتنوعة، إن شاء الله بإذن الله هيكون النهاردة معانا فقرة فنية، فقرة مواهب مصرية. معانا مجموعة من الأطفال الجمال اللي عندهم بعض المواهب الفنية الجميلة اللي احنا دايما بنحاول ناخد بإيديهم ونشجعهم ونحفزهم ان هم يواصلوا ويستمروا في هذا الأداء عشان يكونوا نافعين لأنفسهم ونافعين كمان للمجتمع. أحب بس أرحب النهاردة بزميلتي اللي هتشاركني في حلقتي النهاردة، الإعلامية آلاء رمضان. صباح الخير يا آلاء. صباح النور يا عبد الباقي، وصباح الخير على السادة المشاهدين في كل مكان. وان شاء الله بالنسبه للنهارده هنبدا معاكم اولى فقراتنا بتقرير خرجنا وصورناه يعني عن مهرجان فاشون ستارز 3 يعني المره الثالثه، متخصص في الميك اب ارتست والموضه. صورنا هذا التقرير عشان نحاول بقدر الامكان ان احنا نكون عندنا تغطيه ببرنامجنا في عالم الموضة والفاشون والأزياء وحاجات كتيرة جدا. هنطلع التقرير معاكم ونرجع لكم تاني نكمل بقية فقراتنا واستقبال ضيوفنا في فقرة مواهب مصرية. فاصل ونرجع لكم تاني. وزي ما وعدنا حضراتكم اعزائي المشاهدين ان برنامجكم عيون مصريه على قناه الصحه والجمال ان هو بيتابع وبيعمل تغطيه في كل المهرجانات الفنيه والمهرجانات الفاشن ديزاينر وكمان مهرجانات الخاصه النهارده بالميك اب ارتست. النهارده وجودنا في مهرجان فاشن ستارز للموسم الثالث على التوالي، فوجودنا ويعني والمفاجاه كبيره جدا بتواجد العديد والعديد من كل الدول العربيه اللي مشاركين معانا في المهرجان النهارده. تابعونا هتشوفوا حاجات كتير جدا، هنلتقي ب يعني ناس كتير جدا وضيوف من كافه انحاء الوطن العربي اللي شرفونا هنا في مصر، وان شاء الله هيبقى ليهم اضافه كبيره جدا عندنا في عالم الميك اب ارتست والعالم الفاشن بصفه عامه. انتظرونا نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا معاكم. النهارده بنتكلم عن الموضه وعن الميك اب، عايزين نعرف من حضرتك عرفينا ايه الجديد في عالم الميك اب. هو الجديد دلوقتي طبعا الميك اب الهادي النود، كان قبل كده في الموضه اللي هو الميك اب اللبناني والميك اب الخليجي، كانت الالوان بتبقى صرخه شويه والميك اب بيبقى اوفر شويه، انما دلوقتي لا، احنا بنميل للحاجات الهاديه السيمبل، الالوان اللي هي النود بس. طيب انطباعك ايه عن المهرجان النهارده وتنظيم المهرجان؟ لا بصراحه مهرجان جميل جدا، وبالمناسبه دي احب اشكر يعني الاستاذ محمد شرف هو اللي مستضيفنا النهارده في المهرجان، وبقول له دايما في تقدم وعقبال كل دوره ان شاء الله. طيب نصيحه بقى للعرايس قبل الزواج وقبل يوم الزفاف، تنصحيهم بايه في موضوع الميك اب ليهم؟ ايه اللي يتناسب معاهم والالوانات الخاصه بفساتين الزفاف اللي بتلبس ابيض واللي بتلبس احمر واللي بتلبس نبيتي؟ ايه الالوانات، ايه النصائح اللي تقدر تقدميها كميك اب ارتست لعرايسنا هنا في مصر وفي كل الوطن العربي؟ تمام، هو ده بصراحه ده اهم سؤال، ان العروسه لازم 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 تهتم ببشرتها قبل الفرح بمده، يعني ما تجيش مثلا قبل الفرح باسبوع ابتدي اهتم ببشرتي، لا انت لازم على الاقل شهرين ثلاثه قبل الفرح اعمل تنظيف بشره وماسكات وابتدي اروح بقى المتخصصين للبشره، دي اول حاجه. تاني حاجه ان هي تنام كويس جدا، تبعد عن الارهاق والتوتر وتنام، والاكل طبعا صحي وشرب ميه كتير. ميك اب ارتست هم يعتبروا يعني اساس الجمال في يمكن مش في مصر بس، يمكن كمان في الوطن العربي، هم زي ما بنقول كده بالمثل العظيم الشديد بيخلوا من البوس عروسه او يلبس البوسه في العروسه، فهو ده يعني ولا رايك ايه في المثل اللي انا قلته للساده مش هنيجي دلوقتي؟ لا انا رايي برضو ان البنات كلها ربنا خلقها جميله، وكل بنت ليها جمالها الخاص بيها، والجمال الداخلي احسن من الجمال الخارجي، انت لو جميله من الداخل وروحك حلوه ده هيطلع على وشك وهيظهر. اولا انا بشكر محمد شرف الاعلامي محمد شرف صديقي طبعا على الدعوه الجميله اللي هو دعاني ان انا اجي احضر.
بلس طبعا احنا محمد ما نقدرش نتاخر عنه في حضورنا لفاشن ستارز الموسم الثالث. انا حضرت معاه على فكره 3 مواسم، ما اقدرش يعني اقول له لا. ده بالنسبه للمهرجان. اما بالنسبه لحضوري، انا دعيت من محمد عشان حضوري كاعلامي ان انا اشوف المهرجان. محمد محتاج، كلنا محتاجين ايدينا في ايد بعض الفتره اللي جايه. المهرجانات دي بتتعمل عشان الناس تبقى ايديها في ايد بعض، انما احنا بنشوف الناس مش بتتعاون مع بعض. عايزين التعاون. يعني انا رئيس مسابقه او رئيس مهرجان، اجي احضر لرئيس مهرجان، ايه المشكله ان انا اجي احضر له؟ وايه المشكله ان انا افرح له؟ دي الحاجه اللي احنا مفتقدينها شويه في مصر. هو دي الروح اللي احنا محتاجينها، مش في مجال الاعلام بس، زي ما في روح رياضيه، في روح في مجال الاعلام، في روح في الصحافه، في كل حاجه. فاضل اي مجال سيد الفاضل احنا محتاجينه التكاتف، انما غير الضغائن دي حاجه مش بتاعتنا. مسز نايل طبعا اللي انت كلمتني عنها هتبقى مفاجاه لمصر، مش مفاجاه للاعلام بس. انا عايزك تكلمنا بنعرف تفصيله حصري لبرنامج عيون مصريه، نتكلم عن مسابقه مسز نايل. بص اكسكلوزيف هتبقى حاجه صعبه جدا، لان انا عامل حاجات، طموحي ان انا مش حاجه جوه مصر، طموحي حاجه بره مصر ان شاء الله باذن الله. وطبعا حضراتكم هتكونوا مدعوين هناك في الايفنت، هنعلن ده. احنا عملنا البرومات واتذاعت على الصحه والجمال، وهتتذاع على الحدث وتذاع عندكم ان شاء الله من خلال اول برومو للبنات ان شاء الله. بنقدم حاجه جديده للناس، وان شاء الله باذن الله نثبت ان مصر بتعمل حاجات حلوه قوي لايفنتات الفاشن، مش احنا بنعزم بعض عشان نيجي نتفرج على بعض بس. كلمه اخيره بقى، بحكم لقطك وتنظيمك بالمهرجانات وعالم الموضه وعالم الفاشن، ايه رايك في الموضه في مصر؟ احنا 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 طالعين ولا احنا بنرجع لورا؟ الموضه في مصر بتيجي، الموضه في مصر دلوقتي اسمك بيسمع. بناخد دلوقتي فاشن ديزاينر من جوه مصر بنطلعهم بره. يعني عندنا مستر خالد السيوفي بيعرض في المغرب، مدام كذا بتعرض في ايطاليا، مدام كذا بتعرض في تركيا. ده الافاده اللي احنا بنستفادها من حضور الناس. او مصر دلوقتي ولاده، مصر بتجيب، مصر طالعه يعني في الموضه والجمال، مصر طالعه. طبعا انا بشكرك وبشكر الناس وبتمنى لكم التوفيق، وبشكر محمد شرف على الدعوه الجميله دي. التنظيم كان كويس، كان كل واحد قاعد في مكانه، كان هما بيعرضوا يعني بروح حلوه، وكان في منتهى الجمال، سواء شعر سواء فساتين سواء ميك اب، كان ما شاء الله كله كويس جدا جدا جدا. بالنسبه بقى للمودلز والوجه بتاع المودلز، هل في حاجات خاصة بالماكير والميك اب بتتناسب مع وجه المودلز معينة؟ طبعا لما بيكون عندنا أي فاشن سواء ميك اب أو أي حاجة بنختار موديل معينين، لازم يبقى ملامح الوش احنا لما نشتغل عليها بتبقى منحوتة، احنا بنظهر جمالها، لكن طبعا مش أي وش أو مش أي جسم، فبيبقى في تنسيق طبعا بالنسبة للوش وبالنسبة للجسم وبالنسبة للشعر، كل ده بيفرق جامد جدا. في النهاية طبعا بيطلع شغل كويس جدا. النصيحة بقى تقدميها للغاويين بقى، يعني كل البنات في مصر والعرايس اللي هم والناس اللي هي غاويين ميك اب، تنصحيهم بإيه؟ وخاصة بقى استخدام الميك اب في فترات زمنية، في الصباح وفي المساء الكلام ده، تنصحي بناتنا بإيه؟ وتنصحي عرايسنا بإيه؟ وتنصحي الناس اللي هم موهوبين ومعجولين بانبهارهم بالموضة والجمال؟ بالنسبة لشغلنا ولا بالنسبة للبنات اللي بيحبوا يحطوا ميك اب بتفرق؟ لا، هو بالنسبة للبنات اللي بيحبوا يحطوا ميك اب، وفي نفس الوقت بالنسبة لشغلك. تمام، بالنسبة للبنات اللي بتحب تحط ميك اب، دلوقتي أي ماتيريال ما ينفعش تجيب على الوش بالذات فترة الشمس دي، الضوء بيبقى صعب. الماتيريال أهم حاجة نوعه، هو بيبقى غالي شوية بس ده بيفرق جامد، لأن فيما بعد بيجي فترة الشتاء بيبان الوش إجهاده ورد الفعل بتاع الميك اب اللي بيتحط فترة الصيف، لأن الوش بيبقى الجلد بتاع الوش بيفرز مادة دهنية طبيعية حتى لو البشرة عادية، بيبان بقى الفرق كويس جدا في الشتاء، بما إن إحنا ما بنشربش مية كتير فترة الشتاء، فبيبان كل العيوب اللي احنا بنعملها في الصيف بتبان في الشتاء. ده بالنسبه للبنات اللي بتحب تحط ميك اب. بالنسبه لينا احنا كمهنه، لا انا طبعا انا بالنسبه لي السنين في الشغل دي طبعا فيها خبره. كل دلوقتي اللي بيروح ياخد كورس بيقول لك انا ماكير، لا طبعا مفيش الكلام دوت. الشغل بتاعنا خبره، بيتطلب قدامك وش فاتح، وش غامق،
عينين ضيقه، عينين واسعه. اللي بيروح يعمل بياخد كورس ميك اب بيتدرب على موديل واحده وبتبقى حلوه اصلا لوحدها من غير ما تحط ميك اب. لو حطت كحل بس وحطت اي شادو بتبقى كويسه، لكن اهم حاجه عندنا في الخبره هي طبيعه الوش اللي بتبقى قدامنا نتعامل معاها ازاي. احنا ثالث سنه على التوالي وبننزل مع مستر محمد، دي السنه الثالثه لينا على التوالي. يعني انت مواظب على انك انت تحضر كل المهرجانات؟ طبعا مهرجان فاشن ستار مهرجان قوي جدا، برضك انا بحضر في جميع المهرجانات اللي بتنزل في القاهره. جميل جدا. قول لنا بقى استاذنا دلوقتي على موضوع فساتين الزفاف، وبما انك انت متخصص في فساتين الزفاف، ايه الجديد، ايه الجديد في التصميمات الخاصه في فساتين الزفاف؟ هو طبعا فكره الابيض دلوقتي اتلغت شويه، يعني ما بقاش فيه الزفاف الابيض، كله بيدور دلوقتي على الاوف وايت وعلى الشامبين وعلى حاجه نازله اسمها كافيار. طبعا ده بالنسبه للالوان. ده بالنسبه للابيض الزفاف. ده بخلاف الالوان طبعا، الالوان في الوانات موضه اللي هي بتبقى نازله مثلا زي السنه دي البيبي بلو، زي الالوان اللي هو الكشميرات، الحاجات دي كلها بتبقى نازله برضك السنه دي اللي هي 2019. انها بالنسبه للزفاف فطبعا الابيض يعني نوعا ما ما بقاش زي الاول، شغال زي الاول، بقى اللي شغال الاوف وايت بالنسبه للزفاف والكافيار والفستان اللي هو الشامبين. طب التصميم بقى، التصميم يعني ايه افضل الموديلات اللي مطروحه دلوقتي في، مش هنقول بس في مصر، انتوا اكيد بتشتغلوا على مستوى الوطن العربي كله. اكيد طبعا. في موديلات انتوا بتبقى عليها الطلب اكتر، ايه الموديل اللي هو زي ما كان فرقع الدنيا ومكسر الدنيا؟ هو السنه دي نازل الموديل اللي هو الفستان بديل، طبعا دي حاجه نازله موضه جديده، الفستان بيبقى نازل سيمبل في الشغل كتير، ده الشغل اللي هو نازل جديد، بيبقى عباره عن كورساج بس، في استرسات من نفس نوع الديل، ما فيهوش شغل كتير، شغل سيمبل يعني. انطباعكم ايه النهارده عن تنظيم المهرجان؟ والله تنظيم كتير رائع وحلو كتير، كل شيء مرتب، كل شيء منظم. محمد شرف كتير كان منظم الموضوع بطريقة حلوة كتير، بشكره كتير على الدعوة اللي دعانا فيها. برضو نسألك عن تنظيم المهرجان، وهل يعني مثل تنظيم المهرجانات دي في مصر بيبقى في مقارنة لها بالأردن؟ يعني بتخدموا نفس المهرجانات ولا بيبقى المستوى أعلى شوية ولا المستوى قريب من التنظيم المصري؟ المهرجان كتير كان حلو، كان منظم كتير، ومحمد شرف ما شاء الله يعني أبدع، والحضور كان والوفود كانت كتير رائعة، طبعا وفود من كتير دول، كان كتير مميز. احنا بالأردن عندنا أكيد مهرجانات، ويعني والله المستويات كتير متقاربة، احنا دول عربية حضرنا كتير مهرجانات كانت كتير حلوة وكتير منظمة ما شاء الله، والله يوفق الجميع يا رب. طبعا احنا الميك اب يعني هلا صار يرجع لشوي للالوان الخفيفه، بطلت الالوان الصارخه اللي كانت اول، يعني بيحكوا له مكياج الاوروبي والنمط الاوروبي الخفيف. طبعا المكياج الصباحي اكيد بيختلف عن المكياج النهار والسهره، اكيد مختلف. طبعا اكيد. هو اكيد مختلف كثير عن يعني الصباح عن المساء عن السهره عن اي مشوار انت عاوز تحضره يعني. نصيحه بتقدميها بقى لكل اللي بيشوفونا النهارده من خلال برنامجنا عيون مصريه على قناه الصحه والجمال، عشان نبرز الجمال اللي عند المراه، يعني يستخدموا ايه في الشتاء في الصيف، يعني النصائح او 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 التحذيرات ان احنا بنقولها لعرايسنا وبناتنا وكل اللي بيستخدموا الميك اب، ان هم يخلوا بالهم منها فصل الصيف، يخلوا بالهم مثلا لازم يحطوا سان بلوك، لازم يعملوا كذا، لا الحاجات دي كلها. اكيد هو العنايه اللي قبل الميك اب كثير مهمه، قبل ما تحط الميك اب، يعني في كريمات، في مضطريات، مرطبات للوش قبل ما يحطوا الميك اب، بعدين في سان لوك، هذا اكيد ضروري خاصه بالصيف، والموظفات اللي بيطلعوا بالشمس طبعا هذا اهم شيء عندهم انه يحطوا السان لوك قبل ما يحطوا الميك اب. ميك اب الصيف هو لازم يكون شوي خفيف، ما يكون كثير ثقيل، لانه يعني ممكن يتعرض للحراره والقصص هاي، ويكون نوعيه البراند كثير كويسه، لانه اذا كان البراند شوي ضعيف راح يسيح وراح يخرب باول حراره. هاي تقريبا ثالث مهرجان فاشن شو بنحضره، وعن جد يعني محمد شرف انسان رائع جدا، وزي ما انت شايف الوفود بتتكاسف عليه،
من أجله ومن أجل مصر الحبيبة كمان اللي مصر فعلا قالوا اللي بيزورها بيشرب منينها بيرجع لها تاني، ففعلا بنرجع لها تاني طبعا. طبعا انتوا فوق دماغنا من فوق الشعب يعني الأردن بجد، والله احنا بنحبكم جدا وبنحترمكم جدا وبنفرح كمصريين بأي تعاون، تعاون ما بيننا وبين بعض في مجال الفاشن، في الصناعة، في التجارة، في كل حاجة. فانتوا إضافة لنا كمصريين، انتوا بتضيفونا، يعني انتوا بتضيفونا، بتنورونا، بتضيفونا بعلمكم وفكركم. استاذ مرجع، عايز اعرف انطباعك بقى عن التنظيم النهارده، عن تنظيم المهرجان. والله هو كان التنظيم يعني نقول ممتاز، كان تصميمه حلو وكل واحد انبسط، واحنا مبهورين جدا بكل نجاحات. اي شيء بيحصل على ارض مصر عن جد ناجح، والله يحفظ مصر وشعب مصر، استقبالهم استقبال جميل جدا وراقيين جدا جدا، بتعاملهم وكرم، عندهم كرم، كرم الضيافة عن جد يعني. على ذوقك والله، ويعني انتوا اخواتنا واشقائنا، ونتمنى انه دايما يكون في تعاون ونستثمر التعاون ده ونروجه على كل انحاء الوطن العربي. احنا مفتقدين لحته ان احنا كمان بننشر الثقافه العربيه، يعني كتير من الناس عندهم جهل بالعالم الموضه والميك اب، والميك اب في الدول العربيه. انت حضرتك لما بتنورنا النهارده هنا ومعانا ضيوف من كتير من الدول العربيه، اكيد بيبقى في اضافات وفي خبره بننقلها من المملكه او من الاردن الى مصر. نعم طبعا، احنا في عندنا شو كتير دايما، ودايما بنبدع لان بنطلع دول اوروبيه وبنطلع دول عربيه وبندرس في الدول العربيه، بناخد علم وبنعطي علم. فمصر أم الحضارة طبعا، وإحنا معروفين الشعب المصري عندنا في الأردن، في المملكة الأردنية الهاشمية، يعني ناس محترمين ودايما إخواتنا ونكتتهم حلوة وثقافتهم حلوة، ومعروف المصري يعني عدب وأغزى، يعني علماء طلعوا من عنده، فإحنا بنيجي عندهم برضك بنستفادوا خبرة وبنعطيهم خبرة من خبراتنا طبعا من الدول الأوروبية، لأن إحنا بندرس وبنعلم وما شاء الله عليكم، يعني نتمنى لكم التوفيق، منظمين وكل إشي، نتمنى لكم النجاح. وما هي هي مصر، هي مصر أم الدنيا. مهرجان النهاردة ومشرف جدا جدا جدا، ونتمنى يا رب يفضل كده كل مرة أحسن من اللي قبليها. وطبعا المهرجانات عارفين إن إحنا كنا بنشوف كل يوم هو جديد وكل ما هي موضة في عالم الموضة وعمل اللي نكمل. أنا عايز أعرف، شاركتي في مهرجانات قبل كده عربية؟ أوكي يعني كتير. طيب هل في اختلاف كتير في التنظيم ما بين مصر وما بين التنظيم في الدول العربية الأخرى؟ لا هو يعني والله مش قوي، بس طبعا المصري يكسب. عايزين نقول بصراحة عشان برضو احنا ايه دايما بنحب نوصل للسادة المشاهدين، لو كان في تقصير من عندنا نحاول، او في ميزة معينة في المهرجانات برا نحاول ان احنا نستقطب هذه الميزة وتبقى تكون عندنا، ولو احنا بندي اكتر بنقول الكلام ده عشان الدول الاخرى تاخد مننا. لا والله مهرجاناتنا بتبقى جميلة جدا وبتبقى كلها فعلا فن وجمال وموضة وبتبقى مشرفة وبتلف العالم كله كانت يعني. طب بتتكلم بقى عن الألوان في الميك اب واختيار الألوان، ده بيرجع لإيه؟ بيرجع لإيه اختيار الألوان؟ هل بيرجع للون البشرة؟ بيرجع لشخصية اللي هتعمل الميك اب؟ بيرجع لحضرتك كميك اب ارتست تبقى شايفة العميلة هي يتناسب معها ألوان معينة في وشها، فأنت بترجحي هي تبقى طالبة لون معين وأنت بتقولها لا الأفضل إن احنا نعمل كذا عشان ده يتناسب معاكي، اختيار الألوان والجديد في عالم الألوان. ماشي، بالنسبة لاختيار الألوان هو بيرجع يعني ميك اب الصيف غير ميك اب الشتاء. تمام. دي أول حاجة، تاني حاجة البشرة نفسها بيبقى ليها دور، يعني البشرة السمراء ليها ميك اب معين، ما ينفعش ألوان كتير تمشي معاها، البشرة الفاتحة في كل الألوان بتمشي معاها، بس عايزة الألوان الناتورال الهادية جدا، مش عايزة الألوان المقفرة. بالنسبة للوش نفسه برضو ده بيبقى ليه ألوان معينة، يعني خدود ليها رسمة معينة، العين ليها رسمة معينة، اللي يمشي مع العميلة دي ما يمشيش مع دي ما يمشيش مع دي. فكل بشرة وليها ميك اب وكل ميك اب وليه وقته. في تنسيق بيبقى مطلوب في يعني في ارتباط ما بين الميك اب وما بين اللبس، صح كده؟ يعني عايزين نعلق على الجزئية دي،
يعني ممكن مثلا حد يقول لك انا عايزك تعملي لي ميك اب نوع كذا الوانات كذا، وهو اللبس الفستان اللي هي لابساه سواء كان فستان زفاف او سواريه ما تتناسبش معاها، في الحاله دي انت بتحاولي تنصحيها وتوجهيها ولا بتعملي عشان بتنفذي اللي هي بتقوله عليه عشان بتحاولي تكسبي العميله او بترضيها حتى لو كانت الميك اب ما يتناسبش مع الفستان اللي هي لابساه او سواء كان سواريه فستان زفاف اي حاجه؟ لا طبعا هو لازم ان انا يعني اعمل لها اللي هي عايزاه، وفي نفس الوقت لازم اعمل الحاجه الكويسه، يعني اقنعها باللي هي تقدر ان هو يمشي معاها. يعني زي مثلا لابسه فستان احمر سواريه، مش هينفع احط لها فوشيا روج، فاقنعها ان هي الاحمر بدرجات وان بدايه بدرجتها، فدي بتقدر اللي هي العميله تستوعب وفي نفس الوقت تبقى مبسوطه ومرضيه وتطلع احسن واحده. انت ايه رايك في التنظيم بتاع المهرجان النهارده؟ لا بصراحه 10 على 10 معروف فاشن ستارز واحد واثنين والثالث، يعني انتم متواجدين هنا بصفه مستمره في كل المهرجانات فاشن ستارز؟ ده تاني واحد بقى، تاني عرض لنا. تمام. طب بالنسبه للمنتجات بتاعكم انا شايفها كلها، ليه ما فيش منها الوانات؟ يعني كلها واخد نفس اللون البيج او اللون الابيض. معتمدين على شغل العرايس، شغل العروسه، ستين الزفاف فقط يعني. وفي حاجات سواريهات برضو، يعني حاجات رقيقه. تعرفنا على المنتجات اللي موجوده معانا النهارده. ده تاج اللوتس، ده انتوا يعني انتوا بتصنعوا مش احنا اللي بنصنعه بره؟ لا بنصنعه. ده عملنا عرض ريالي النهارده الحمد لله، ويعني نال على اعياب الجميع والناس اتبسطت جدا. قالت لك يعني كويس ان في شباب برضو بتعمل الالوان دي وبتعمل المضاد دي، ما كانش في حد متخيل ان واحد يعمل شعره ازرق او احمر او الكلام ده، بس ده في الحفلات بتبقى شباب يعني عايزه حاجات جريئه شويه. طب محمد انت زي ما احنا شفنا كده دلوقتي بالنسبه للالوانات بتاع الشعر ازرق واصفر واخضر، انت شايف انه ده بيتناسب مع الطابع الشرقي وخاصه عندنا في مصر؟ والله يعني هو مش بيتناسب قوي، ولكن في المناسبات بيبقى مطلوب. يعني في مناسبه، في ايفنت، في تخرج، في افتوديه، بيبقى لازم المظهر يعني يصبغ لون، يعمل خصله، يعمل خط. هو مش معتاد انه يمشي بيه في الشارع، بس بيبقى مطلوب احيانا. طب دي اول مره تشارك فيها محمد في مهرجان زي كده؟ لا شاركت كتير في مهرجانات كتير، شاركت في عيد الكوافير العربي، وشاركت في المهرجان الدولي للموضة والجمال، وشاركت في مهرجانات كتير بصراحة. المهرجان ده يعتبر من أفضل المهرجانات تنظيما وإدارة بصراحة. يعني طبعا كلمة أخيرة هتقولها لنا بقى بانطباعك عن التنظيم النهاردة في برنامج عيون مصرية. والله التنظيم رائع وأكتر من رائع، يعني واللي زاد المهرجان جمال هو وجود عيون مصرية معنا، والتيم بتاعها تيم زي الفل. بجد شكرا على التغطية.